انضموا لنا الآن في رحلة سفاري في أرض العزة مع ديزني جونيور. واسعة مترامية الأطراف وموطن حيوانات كثيرة ومقر قيادة الأسد الحارس. وانظروا، إحدى اللبؤات تصطاد شيئا من ذلك الجذع. حشرات بشعة زاحفة. زوري، لقد عثرت على كنز. توليفة رائعة. الحشرات مقرفة ولذيذة الطعم. انظري، واحدة هنا. أبعدها. مقرمشة لذيذة وبألوان الطير. لديك كومة حشرات رائعة. الدود هو الطعام المفضل للعديد من سكان أرض العزة. لزجة لكنها لذيذة. اللزوجة تجعل بلع الطعام أسهل. حتى الضباع. تيمون، بومبا وبونغا يحبونه كثيرا لدرجة الغناء عنه. أو تامو أو تامو، من يأكلها لا يريد دوما المزيد. أو تامو. أرض العزة مليئة بحيوانات كبيرة ومسلية، لكن بدون الحشرات الصغيرة والدود ستكسر دائرة الحياة سريعا. العشاء ياهي. وهكذا بينما تغرب الشمس نتركهم مؤقتا. انضموا لنا في سفاري آخر قريبا، ويمكنكم مشاهدة قيادة الأسد الحارس على ديزني جونيور.